بالأخبار على الحماصنة إنه بعد كل هالشي يا حرام روحوا مرحة ونكت وضحك وشغلات كتير كتير حكوا عنا بحلو بالأخبار يعني. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. كيفك؟ الحمد لله. كيفك؟ ما بيتركوا الموبايل؟ ما بيدشروا ابدا. هذا ابدا هو اللي بيسليهم، ما هيك؟ ابدا. على زماننا ما كان في هيك شيء. بيسلي بس بعدين في بين العيله ما بيقعدوا بيشوفوا بعضهم. طبيعي صار هذا الشيء يعني. يعني اذا واحد عم يحكي وفي ناس يعني تركت الموبايل في شيء غريب معناته في مشكله. اما اذا كل واحد ملتهي معناته مؤدب يعني قاعد. كيفك؟ الحمد لله بخير. انت شو اخبارك؟ الله يسلمك. انت عازمه ولا؟ والله ستة يعني انا عازمه اكيد. اكيد حلوه هي. حفيدك كم حفيد عندي؟ عندي حاتم وزين وبشير وعبد الرحمن وشو اسمه عديتيهم اذا نسيتيهم. كريم. كريم هذا صغير لسه هلا يعني. ايه في وفي له جاي ست احفاد. البنت اخر شيء قالتها؟ لا كريم اخر شيء. ايه كريم بس لجين يعني اجت بعدين. ايه بعدين. بس بالاعمار عم تذكريهم؟ لا والله هيك مخربط. ما حسب الاعمار. جوزتي كل بناتك وشبابك و... جوزت روعه الدكتوره. اي والله بالسعوديه. بتجي وبتروح. عندي حفيدي بشير وعبد الرحمن بصنبول بالجامعة. الحمد لله. هندسة عبد الرحمن مهندس ديكور، هندسة عمارة عفوا، وبشير بزنس إدارة أعمال. ما هي يلا حلوين الواحد هلاك بيتفرج عليهم ما واستمتع. ربيتهم أنا هدول بشير وعبد الرحمن. وحاتم وزين بعدها زياد أصغر من روعة. عنده حاتم وزين. هو على اسم جده الله يرحمه جوزي. هلا هو علاقة الحفيد يعني بسته إنه هو ما بيحس حاله يعني يعني إنه مجبر. لا انه بمحبه بحس. صح صح. انت هذا الشعور عم ينتابك اكيد. لك لك هي بتكون بدلك زياده بقول لك ما اغلى من الولد الا ولد الولد. ايه فبهاي العلاقه طبعا سته طلعت لك انه امي دكتوره فهي ربتنا يعني. كنا اغلب الوقت نحن عندها بالبيت، هي اللي تاخذنا من المدرسه تودينا على المدرسه وقت كنا صغار بسوريا. ففي في في ارتباط كثير قوي يعني بينه وبين. هلا في كثير ناس يعني بنشوفهم يعني يعني ما له فاضيين لا لابوه لا لامه لا لسته يعني ما في هال يعني وعدده منيح يعني ما وبيبرروا على انه ما في صعب وكذا واذا بده يخدم مثلا سته او هي يعني انه بيعمل على اساس مشروع يعني انه. صحيح صحيح صح معك حق هالحكي. في ناس يعني عندها ظروفها وفي ناس مثل ما انت قلت بتتفادى يعني بيكونوا منعزلين عن قرايبينهم. ايه فاشكال والوان يعني. هي اختارت المكان ولا انت اللي عندك؟ اول مره بتجي التيتي على الفاتح فانه بدي محل على الفاتح انه بدي محل مناسب لجو العائلات يعني يكون مو مزعج مو ضيق. فهذا شفته قبل مره انا جاي لعنده مع رفيقي قبل مره شفته انه واسع بيشبه جو مطاعم سوريا نوعا ما. بس في موضوع الاكل بقى والشرب اذا الاكل اول مره بجرب الاكل والله هون ضعيف. معناته اصبح يعني مو مغامر بس بتجرب. الواحد بيجرب. صح 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 بجرب. بس انه ما شاء الله هون اغلب المطاعم السوريه بالفاتح اكل ظريف ما بتشكمش. هلا لهجته حمصيه وانت لهجتك مو على الحمصي كيف؟ ناس بيقولوا لي شاميه ناس بيقولوا لي حمويه. ماما الله يرحمها. أنا البابا داغستاني. هو
أقرب لهجة بالنسبة للحموي إذا قعد بدمشق خلال سنة ما بيفرق اللي بيصير. ما تغيرت لهجتي اللي هلا قديش عن بيت السباعي بحمص، ما تغيرت. شو أخذوا الحماصنة من الحموية؟ شو أخذوا؟ حلاوة الجبن. حمصية. بس إنه الواحد أمه وكذا وفي والحموية يعني حمصية خلاص بتتبع جوزة على النفوس. يلا هيك المستقبل قدامكم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يا رب. وشك مو غريب علي أنا، مجتمع أنا وياك شيء؟ والله ما بعرف، بجوز يعني الدنيا صغيرة إلا ما أكون مجتمعي. بس اهتماماتك أنت أكثر شيء بالحياة غير الدراسة اللي عملت؟ يعني رياضة مثل هالشباب، ممكن السياسي هلا بتعرف وضعنا يعني كثير أغلب الناس مهتمة بالسياسة. بتتابع؟ بتابع سياسي، عندي مدونات بكتب فيها كمان آراء سياسية، غير هيك يعني ما في، هدول هني رياضة وسياسي مبدئيا أكثر شيء يعني. هلا حاطة إيدها على قلبه إن شاء الله ما يسألوا بالسياسة. لا أنا بحب السمع وبسمع الأخبار كثير. الواحد يعرف شو صاير. بده الواحد يعرف ما يضل هيك على عمياني ما يعرف. بس ما عاد عرفنا وين نحن يعني، ما حدا عم يعطينا نتيجة. ما في لحد هلا لا. بتعرفي أحفادك منيح، بتحبي تعرفي كمان رفقاتهم يرافقوا مين ويحكوا مع مين ولا؟ والله هذا تابع لأمهم، أنا ما بتدخل. فينا نسيطر ما؟ أنا ما بتدخل أبداً بحياتهم. ليش؟ لأن روعة ما شاء الله، بعرف إنه مربيتهم ترباية حلوة. بهمك على إنه ماشيين على رجليهم، صحتهم منيحة ما هيك؟ الحمد لله رب العالمين، يعني أخلاقهم، معاملتهم، مشوتهم، رفقهم، باخذ الأخبار من بنتي روعة. عندك صور هيك بذهنك لسه بسوريا يعني بتتذكرها دائما عايشة؟ أنا آخر نزلة إلي بسوريا بال2010، طبعا بيت التيتي، البرندة، حمص الحمراء، طلعت الرفقات لما كنت أصغر كمان، باصل مدرسي بالتلج. أيوة. بالملعب لكن طبعا يعني طلعات والفوتات، طرطوس، الشام، السفريات بحوالي سوريا، يعني كانت كثير ذكريات كلها حلوة، يعني خاصة أنه إحنا كنا مقيمين برا سوريا، كان ننزل بس نصيف أو إجازات، فذكرياتي أنا عن سوريا كلها كانت ذكريات حلوة عبارة عن بسط وطلعات. وقت اللي كنت أنت خارج سوريا قبل 2011 يعني كنت تعرف عنا شيء، وهلأ صرت تعرف شيء آخر كثير. إيه يعني الصورة عندك يعني بين الأبيض والأسود صارت. لا والله هذا ما هال الاختلاف العظيم اللي اختلف، انا بالعكس هلا نحن صرنا نعرف اكثر بسبب انه صارت احداث تصير بعده مناطق متنوعه بالبلاد، فانه قرى ومناطق ما كنا نسمع فيها صرنا نعرف هلا شو عم بيصير فيها، بنعرف هدول اهلها من شو مكونين، شو توجهاتهم حتى، وحتى بتلاقي انه الحياه عم تستمر بكل محل، يعني سواء بمناطق اللي فيها نزاع سواء بمناطق الهادي. الحلاوه بالشعب السوري انه بحب الحياه، ما بتوقف عنده حياته. بحمص معروف يعني انه في مسرح، في رواد للمسرح بحمص، يعني ما بتلاقي المسرح بس النخبه بيجوا له، بتلاقي الحماصنا كل الوقت يكون في مسرح ابدا كومبلي. حلاوه حمص اساسا انه ما فيها الطبقية مثل حلب والشام الكبيرة، أغلب الشعب طبقة وسطى صايرة، في قلة قليل كتير اللي هن أغنياء، وفي قلة قليل اللي هن فقراء، بس إنه من يعني عيش الفترات القليلة بحمص، ومن حكي الأهل الوالد والوالدة والتيتي إنه أغلب حمص حلاوتها إنه الشعب كله تقريبا من نفس الطبقة، نفس المدخول عنده، في وعي يعني بحيث إنه باتجاه فبتلاقي إنه ما في يعني فعاليات معينة بس للنخبة وهاي للفقراء وهاي للأغنياء، هاي للمهندسين، هاي للأطباء، لا يعني صاير فيه تنوع بالجمهور لكل الفعاليات المتوفرة. يعني عملوا كتير مسلسلات عن الشام وعن حلب وأحيانا هيك على المنطقة الشرقية، بس حمص يعني طلع مسلسل شيء حمصي ما في أبدا أبدا، ما طلع مسلسل حمصي يعني، رغم أنه في قصص كتير بحمص يعني ما يسأل تاريخها. ما بتذكر أبدا لأن أنا متابعة التلفزيون منيح. هو طلع مرة في شخصية فارس الحلو يحكي حمصي ما بتبع لأنه صح صح صح
هو حمصي يعني. هو حمصي ايه فزبطت معه يعني. حاول اكثر من شخصيات شاميه يقلدوا اللهجه ما زبطت معهم ابدا، بس هو فارس حلو لانه حمصي فزبطت معه. وهو فنان يعني كمان موهوب ايه من مشتل حلو. عندي سيلفي مراد السباعي اذا بتسمع، كاتب هو كان بالمسرح بمركز ثقافي يكتب. مثلا استاذ مراد مع فرحان بلبل مع يعني الانديه، بانديه في انديه موسيقيه ب ولا كان بعرفه، بعرف مرته، بعرف لدور المرحوم جدا. صار لك زمان ما شفتي نوار؟ كان صغير وقت وين كان مرحوم طيب، كنا نروح سهرات نقعد نروح على المسرح. هلا لا بعد ما توفى المرحوم يعني ما عدت، انا عشت برا اكثر من جوا بالسعوديه، اطلع بالشتاء وانزل بالصيف الشهرين بس. الحمد لله على كل شيء الواحد بيقول. ان شاء الله هيك دائما تكون ايام خير وبركه ان شاء الله. يا رب يا اهلا وسهلا فيكم، بنلتقى بحمص ان شاء الله يا رب. ان شاء الله عن قريب هيك تهدى الاوضاع ان شاء الله، وبنشوفكم بخير وسلامه، نحتفل ان شاء الله باذن الله. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا استاذ عبد الحي. كل ما بيشوف واحد سوري بيقول لك يعني من جوا هو بيسال حاله سؤال انه عم نكبر ما؟ والله عم نكبر. كبرنا قبل عمرنا بهالبلد والله. بشكل عام كبرنا كثير يعني الحمد لله. نحن مواليد الثمانينات يعني. فمرينا بسنين كثير يعني، منا الحلو منا المر يعني. يعني دائما مواليد الثمانين يعني صارت الشكوى عندهم منطقيه، انه نحن جماعه الثمانينات اللي ولدنا بالثمانينات. شفنا كثير شغلات يعني، مر علينا كثير شغلات. اي والله. والله الواحد احيانا وقت اللي بيحط صور عنده ويرجع لورا هيك بيلاقي حاله كثير انه في فرق شلون كان وشلون صار. اي نعم صحيح. بسرعه. صحيح صحيح. سبحان الله ما بيحس ما بيشعر بالسنين اللي عم تمر عليه. لانه نحن اخونا اديب يعني من الناس اللي يعني حركه وبركه ونشاط وخبره بنفس الوقت بتركيا وقبل تركيا، فهو يعني مو بيترك المشاريع وبيمشي، لا يعني ما بتزبط هون بتزبط هون ما بتزبط هون. سبحان الله. كل مشروع، اي مشروع بدك تكون انت على راس العمل فيه يعني. لازم سبحان يعني رزقك بدك تضل لاحق المشروع من بدايته لنهايته. اي نعم. يعني انت بتقول انت على هو عمرك قاطع شوط منيح بالنسبه للموضوع يعني المشاريع ما؟ اكيد قطعنا شوط منيح. واي واحد فينا رايي الشخصي انه بحاجه يضل عم يتعلم. سبب شو يعني انت بشكل شخصي تجربتك الشخصيه انه الواحد يقدر خلال فتره معينه يكسب خبره او هلا الخبره بتجي من التجارب مع مر السنين. تكون بمكان بتنتقل لمكان ثاني بتكسب تجربه بتتعلم من خطا بتتجاوز خطا بتصل لمراحل فيها انجازات اجمل من اللي كانت سابقا، بيصير عندك دروس من الايام اللي مضت عليك. هي المدد يعني اذا حسبتها في ناس بتاخذ معها مثلا قصه 20 سنه 30 سنه. انت بالنسبه لك لا يعني عم نحكي انه مواليد 80 او قديش بالضبط 81 معناته يعني قدران تختصر. فقصدي يعني وين اللعبه لحتى الواحد يقدر يكسب وقته؟ والله في حظ بالقصه. هلا ما فيك تقول في حظ، سبحان الله حسب وين بتكون. اللي تنقلنا من عده اماكن فبدها تكون بكل مكان انت بتتواجد فيه بدك تكسب خبرتك وتعطي السنين اللي مريت عليك شوفها كان فيها خبرة بدك تضيفها. وبضل كل ما بنمشي فيها بدك تضل تضيف يعني رونق جديد لحياتك لعملك لأيامك لكل شيء موجود فيه. اكتسبت شيء من أهلك ولا هذا الشيء؟ لا يعني أكيد، لا أكيد اكتسبت من الوالد، هو أساسا القدوة يعني. الوالد هو باع طويل بهالمجال يعني. طيب هي كنت تعتمد فيها على خبرتك ومهنتك وحركتك ونشاطك ولا كان في رأس مال خلاك تفوت؟ هلا اكيد كبدايه كان في خبره، طلعنا الدرج واحده واحده يعني. بعدين انت كل ما بتطلع كل ما بتتطور بدك تضيف لميزانيتك بتضيف لخبرتك، بتكون مثلا عم تشتغل باماكن يعني. انا بالنسبه لي فتت باماكن انه لاكسب خبره منها قبل ما ادخل بشيء خاص مثلا.
بتكسب خبرتك وبعدين بتطلع بتنتقل للمجال الأكبر. هلا هون بتذكر أنا بزمانات نحن مصورين هون هذا المشروع، يعني بيظل أي سوري بيشوفه بيقول إنه مغامر الشخص اللي أخده، يعني مساحته. الفكرة مو قصة إنه مغامر، لا، شخص حب إنه يعمل بصمة كبيرة له بالبلد. يعني اليوم هذا المكان هو من أكبر الأماكن العربية باسطنبول، يعني درنا أنا وأنت بنعرف يعني أكبر مكان باسطنبول، عنده ميزات كثير كمطعم يعني ضمن اسطنبول، الفتحة السماوية للمساحة، مساحته 1000 متر وأكثر، للخدمات اللي موجودة فيه، لتعدد الأقسام، يعني هو من المطاعم الكبيرة كمطاعم عربية يعني. إيه، فبالتالي واحد بيصفن على إنه قديش عم ينحط، يعني في ناس بتقول لك إنه يلا بيربح بيطالع ليك عنده ليك. والله هي مالف. هذيك اليوم أنا بسمع واحد عم يقول لي على مطعمه اللي أنا عم حط 70-80 ألف ليرة كل أول شهر. هل بتقوله واحد إيه ما بيصدقه؟ إيه صحيح. هلا هو المطعم فيه مصروف، أي مكان فيه مصروف يعني، خاصة ممكن المطاعم اللي ما بيكون هو قريب من هذا الجو ما بيتوقع إنه المطعم عنده مصروف كبير. يعني أحيانًا في ناس بتعتب على المطعم إنه يا أخي غالي ولا ما غالي، بس هو أي مكان فيه تكاليف تأسيسية وفي تكاليف دورية وفي تكاليف يعني بتخلي المكان يشوفوها، يعني ما بيشوفوها الأشخاص، بس بالفعل كزبون بهمه أنه يشوف الجودة. وهون نحن بالنسبة لنا جد نحن بنشتغل على الجودة. هلا فكرتوا أنتوا يعني تدخلوا شيء رغم أنه الشارع فيه كله شاورما هو متنافس، بس لازم يكون ضفنا قسم، يعني محلنا كبير واسع، يعني مشاوي، فرن، مقبلات، بار كبير يعني بيقدم العصائر وكل أنواع سلطات فواكه. حبينا نضيف قسم عليه اللي هو قسم الشاورما، يعني بس بدنا نعطيه حقه من كل النواحي، يعني حتى أنواع الجديدة يعني غير اللي موجودة كشاورما، حطينا أنواع مختلفة عن اللي تنباع بالسوق موجودة. عن اللي بيحب الأنواع الكلاسيكية السندويشة العادية وجبة العربي هي موجودة، بس ركزنا على شيء اسمه طبق إيطالي، شيء اسمه وجبة سيزار، شيء اسمه شاورما نابولي، يعني في شغلات كتير جديدة ضفناها لعالم الشاورما. هاي وجبة سيزار هي أكيد بدها تاخد والله هي هلأ السيزار هي أساساً عناها بالمطعم مميزة كتير عند الزبائن، وحبينا نعمل منها سندويشة بصوص السيزار نفسه. يعني شغلتنا هلأ بصراحة أنه ندوق الناس النكهة الجديدة، الشاورما الجديدة بمواصفات وبنكهات، كل واحدة إلها نكهة وميزة مختلفة عن الثانية. هاي الفكرة. هو شارع الشاورما صار قد ما في ما البركة، يعني شارع بيشبه شوارع الشام القديمة، يعني من الميدان مثلا على سبيل المثال، يعني محلات كتير قدام بعضها قرابة لبعضهم ومنافسة شريفة، يعني كل شخص عنده خبرته، كل شخص عنده ميزته، كل شخص عنده الأكلة الطيبة تبعه، كل شخص عنده إيجابياته، والزبون هو صاحب الرأي بالنهاية. يعني الكورونا لها تأثير؟ والله الكورونا الحمد لله على كل شيء كان لها تأثير كتير كبير، سببت لنا ضرر كتير كبير. أكيد مو ضرر شخصي، ضرر عام على كل الناس يعني، بس في نطاق المطاعم هي كتير أثرت الكورونا، خاصة إذا كان مطعم كبير وفيه موظفين كتير. في نحن مطعم كبير وعنا كان عنا مصاريفنا وعنا سكرنا 3 شهور يعني. هذا الموضوع كتير كان السوريين يعني الشغيلة يعني كتير تعبوا ونأزوا من القصة، يعني في مطاعم عوضت، في مطاعم ها يعني بتعرف انه الواحد قاعد بالبيت بلا شغل، مطعم مسكر. هلا هو سبحان الله يعني اليوم الشيء اللي صار على نطاق عالم، مو بس على مطعم ولا على شركة ولا على معمل، صار على نطاق الكرة الأرضية كلها يعني. ففي مين تضرر، في مين سبحان الله، يعني بالعكس ربنا يكون بعون الجميع. يعني أي شخص كان في له بصمة إما إيجابية بهالفترة أو سلبية بهالفترة الكورونا. يعطيك العافية أخي أديب. متزوج ها ومستقر؟ متزوج أنا، متزوج وعندي ولدين الحمد لله. الحمد لله، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك، الله يسلمك. جينا وجينا وجيناكم، الله محي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محي ممشاكم. نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجيناكم، الله محي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم.